من هي أول امرأة فازت بجائزة نوبل؟ ماري كوري، ماري أنتوانيت، ماري أنج. الأولى. برافو يا شطورة. كم يبلغ عمر الأرض؟ 4 ملايين سنين، 5 ملايين، 6 ملايين. افتكر 4. صح. أي من العلوم هو الأقدم في التاريخ؟ البشرية، علم الفلك، علم البيولوجيا، وعلم الرياضيات. سوري. فلك. من هو أول شعب استخدم ساعة اليد؟ الشعب البريطاني، الشعب الياباني، الشعب الفرنسي. بريطانيا. برافو. ما هو عدد القلوب التي يمتلكها حيوان الأخطبوط؟ 3. خليني ده صح. متى وقعت الحرب العالمية الأولى؟ بس خبرك انه نادر عم يعطينا كل الاجوبه. ما قلتش حاجه. جامد قوي والله، والله اقسم بالله هو جامد قوي. ما قلتش حاجه. انا قاعد ساكت قاعد بستجم.